فرحانة، تجربة حلوة في حياتي. خوف، قلق. إذا أقول ما أزعل إنه أني أكذب، أكيد راح أزعل، لأنه أشوف نفسي أني تعبانة على نفسي وأستحق أخذ اللقب، واللي تفوز أقول لها ألف مبروك. اللجنة لجنة عادلة، اللي إحنا شفناهم موجودين يتعاملون ويانا كلنا بلطف، يحجون ويانا كلنا، إذا عدنا أي مشكلة يقولون تعالوا قولوا لنا إحنا نحل لكم يا، فما أشوف أي يعني ما يميلون لأي أحد، لا بالعكس. إن شاء الله أكون أني الفائزة وأقدم لروحي، راح يقولون شنو هالثقة بنفسك. أي وحدة حتفوز أقول لها إن شاء الله إذا كانت واصلة للمستوى اللي إنه هي تكون ملكة، تقدر يعني تقدر تشتغل الشغل المطلوب، الملكة تمثل دولتها برا، تقدر تشتغل ويا منظمات، وإذا أني سند إن شاء الله راح أقدر أشتغل وأكون على حسن ظنكم. اسمي سيماء الجاف، من محافظة ديالى، أمثل ملكة جمال ديالى، وإن شاء الله راح أمثل ملكة جمال العراق.